وتحيتنا تتجدد في صباح هذا اليوم فانطلاقاتي سن الإذاعة سن الإبداع. شكرا لزملائي على التواصل في الأشواط الماضية. هكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق الشوط الثالث ليحمل لنا الإبكار الإذاع بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات العملاقة، مؤسسات الأصالة والناموس في هذا الاندفاع. وعبر شاشة دبي ريسنج نسير للمراكز الأولى، نتقدم إلى الشاهينية اللي تقود رأس حربة هذا الشوط. من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي، تليها في المركز الثاني الإمامة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها مسري بن سالم بالعرطي، بينما المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. المركز الرابع تقدمت على رابع المراكز هذه الظبي من هجن سيح السلم، يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الخامس والمركز السادس الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة ياتي غياث الهلالي في عملية التضمير. المركز السابع هذه أفراح لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. المركز الثامن في هذه الانطلاقات الفاتنة لاسم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز التاسع الشاهينية من هجن العاصفة يقودها بالتضمير غياث الهلالي. المركز العاشر اللي تأتينا مشاهدي الأعزاء حربة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها عبيد بالضبيعة في هذه الانطلاقات وهي في المركز التاسع أو العاشر. العاشرة هذه العشر المراكز الأولى في ثالث الأشواط مع الإذاع في هذه الانطلاقات في هذه التحديات الجميلة الحاضرة دائما في ميدان المرموم. الإبداع الجميل بداية هذا الموسم في هذا الاندفاع، عودة مرة ثانية بعد أن أكملنا النداء للعشر المراكز الأولى، نعود إلى التغييرات، نعود إلى التنافسات في هذا المضمار وفي هذه التحديات. لا زالت هجن العاصفة من جانب اليمين متقدم، الشاهينية من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي، بينما التحرك والتنافس والتحدي من قبل اليمامة. اليمامة لاسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ياتي أبو حمد الخبير مسري بن سالم بالعرطي في التضمير. المركز الثالث أشوف الانطلاق والاندفاع من قبل الضبي من هجن سيح السلم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، يتقدم في تضميرها في هذا الاندفاع. ثلاثية جميلة، ثلاثية جميلة. بينما المركز الرابع تتقدم في هجن العاصفة بالشاهينية مع تضمير غياث الهلالي. المركز الخامس تحركت في هذه اللحظات الفاتنة لاسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد. وهجن العاصفة على المركز السادس والسابع مع غياث الهلالي والمركز الثامن كذلك. أما المركز التاسع حربة في المركز التاسع لاسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ياتي عبيد بن محمد بالضبيعة في عملية التضمير. والشاهينية العاشرة من هجن الرياسة بالشعار الأحمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في عملية التضمير. هذه النتيجة الثانية، هذه الإذاعة الثانية. الانطلاقات جميلة في أرضية هذا الميدان دائما وابدا، تحفة الميادين، الميدان الذكي المرموم في هذه الانطلاقات ولوحة الإعلان. عودة مرة ثانية، عودة إلى المراكز الأولى، الشاهينية بأداها بشكلها الجميل بشعارها الأجمل. هجن العاصفة، هجن العاصفة تتقدم على المركز الأول، تقود المسار، تندفع ما شاء الله بانطلاقة ذاتية بدون أي توامر على المركز الأول. بينما المركز الثاني تأتينا في الظبي، الظبي من هجن سيح السلم
احمد بن احمد بن سلطان بن رشيد يتولى عملية التضمير، بينما المركز الثالث اشوف الثالثة تحركت شاهينية العاصفة على المركز الثالث والرابع والخامس والسادس. ما شاء الله استعداد باين يا الهلالي يا الهلالي، استعداد باين لبداية هذا الموسم لجماهير هجن العاصفة بهذه الانطلاقات. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاستعداد، على هذه الانطلاقة، على هذا الاندفاع الجميل. هجن العاصفة على رأس الحربة على المركز الأول، هذه الشاهينية من البداية، من البداية تقود مسار الشوط، تقود مسار الشوط بأداء جميل. الأربعمية متر هجن سيح السلم، هجن سيح السلم تتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام بهذا الاندفاع، بهذا الانطلاق. هملولة 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 بهذا الاندفاع، ولا الظبي، هذه الظبي أحمد بن سلطان بن رشيد يضمرها، ولكن الشاهينية هجن العاصفة من الجانب الآخر بدلت غيرت على مقدمة الشوط، انطلقت بناموس هذا الشوط. الأمتار الأخيرة هنينا لهجن العاصفة على فوز الشاهينية بالمركز الأول وفوز الشاهينية بالمركز الثاني. شكرا غياث الهلالي. المركز الثالث تأتينا فيه الظبي من هجن سيح السلم، والمركز الرابع والخامس أيضا من هجن العاصفة. هكذا مشاهدين العزاء كانت النتيجة للخمس المراكز ووصولها إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل والرائع. عودتنا مع مخرجنا في شاشة دبي ريسنج إلى التوقيت الزمني وإلى هذا المسار والعاد، وفي الإعادة إفادة دائما وأبدا في هذه الانطلاقات الجميلة. هجن العاصفة ما شاء الله تبارك الله 6:19 وسبع أجزاء من الثانية توقيت هذا الشوط في الأربعة كيلومترات. تهانينا لهجن العاصفة، والمركز الثاني أيضا 6:19 ثمانية أجزاء من الثانية هجن العاصفة. تهانينا على فوز الشاهينية، وتهانينا لغياث الهلالي، بينما المركز الثالث الظبي 6:20 خمس أجزاء من الثانية الظبي من هجن سيح السلم. تهانينا وتهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد، تهانينا للجميع. We'll be right back.